السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم بحلقة جديدة من حلقات قناة ماستر التقنية، وياكم أخوكم سجاد الشماري. واليوم مثل ما قرأنا عنوان فيديو بسبب الطلب المستمر لهذا الهاتف، سبق وطلبته من عندي هاتف الآي تكنو، جبته وصلت له مراجعة وتعرضنا على مواصفاته. اليوم عندنا جهاز الهتوف او هتوف او ما اعرف شنو البعض يسميه غير اسم. المهم خلاصة الموضوع انه هو هذا الهاتف صيني بحت، هذا الهاتف مو اصلي بين قوسين، مو من شركة موجهة، شركة تطمح للاحسن، لكنه رغم هذا بيه مواصفات شبه المميزة. هذا الهاتف طلبوه من عندي الاخوة على القناة، وهذا السبب اكيد يعود الى انه شكل الهاتف شبه الايفون، زائد انه هو يحتوي على نظام الاندرويد ويعطيك بعض المميزات، واللي يميزه اكثر سعره المناسب. فانا وياكم اليوم راح نتعرف على هذا الهاتف، راح نسوي له فتح صندوق، وراح نتعرف على مواصفاته، وراح نتعرف على شنو يميز هذا الهاتف زائد سعره. معلومه انه سعره تقريب 125 او 130 الف دينار عراقي، تقريب بالدولار 90 دولار او 100 دولار حسب طبيعه المكتب اللي انت تشتري من عنده هذا الهاتف. يدعم شريحتين، يدعم شاشه سوبر اموليد، يدعم كاميرا هي بدقة 8 يعني وقرب للـ8 لكنه ليس 8. معلومة قبل ما نفوت المحتوى الفيديو انه هذا الهاتف ما يتوفر عندي، هذا الهاتف ما اجيبه ولا اشتغل به، الغرض من انه انا جبت هذا القطعة فقط انه اسوي بها شرح للمتابعين اللي طلبوا من عندي هذا الهاتف، فاللي حابه متوفر بالاسواق، يريد اي مركز يطلبه من عندي وهو ياخذه. ما طلع لكم مقدمة الفيديو، خلينا نفوت المحتوى ان شاء الله استفاد منه. ومبدئيا مثل ما نلاحظ امامنا العلبة الخاصة بالجهاز، واللي هي تحمل IP7 يعني ايفون 7 او غيره. العلبة مثل ما نلاحظ تجي باللون الاخضر، ما مذكور عليها اي شيء بالجوانب مثل ما تلاحظون امامكم غير شعار الشركة. اما بخلف الجهاز فهي مواصفاته وذاكرة، انه النظام لولي بوب، الرام 2 الذاكرة العشوائية اقصد، ذاكرة 16 وكت كور 1.5، المعالج هو 8 نواة، الشاشة 5 انش IPS، كاميرا امامية 5 خلفية 13 ميجا بكسل، والبطارية هي 3500 ملي امب. واغلب هذه الارقام اللي ذاكرتها الشركة هي تقريبا مو واقعية، مجرد ارقام، لكنه التجربة زائد تشغيل الجهاز اللي راح يجي بعد قليل هو راح يثبت صحة هذا الكلام او لا. اما بالنسبة لمحتويات العلبة فمثل ما تلاحظون امامكم هو مجرد كتالوج بسيط بالمقدمة، زائد سمارت او حافظة ذكية للجهاز نفسه اللي هي شبيهة بالLG نفسه، من يعني تسدها او تغلقها تبين امامك الساعة، زائد كيبل يجيب عتاد يعني متوسط، هو من نوع المايكرو، زائد شاشة او تاتش سكرين للحماية، اكيد لحماية الشاشة من الصدمات او غيره، منظفات بسيطة لللاصق نفسه، زائد ادبتر للشحن، هو من نوع الشحن 1 ملي امب وليس الشحن السريع، يحتوي على شعار الهوتوب، زائد هيدفون هو من العتاد المتوسط اكيد لهذا الجهاز نفسه. ولو نجي نلقي نظرة على الهاتف نفسه مثل ما تلاحظون امامكم، اول نظرة على الهاتف راح تلاحظ انه هو شبيه الايفون بالتصميم، يعني شبيه لحد ما جدا قوي، لكن الشيء اللي يختلفه هو انه تصنيع من البلاستيك، حجمه اكبر، زائد وضع الازرار او فتشي خفيف يعني من ناحية الجوانب وغيره، ميزة هذه الشركة. بالنسبة للتصميم الجهاز مثل ما لاحظتم من خلف الجهاز هو الكاميرا زائد الفلاش ومن النوع المتوسط، من الجهة اليمنى الجهاز زر الباور زائد رفع او خفض الصوت، من الاسفل هو الجرس، من الاعلى منفذ الشحن وزائد منفذ الجاك. بالنسبة للشاشة فشاشة الهاتف راح تجي بنظام الـ IPS بحجم 5 انش 1280 في 720 كدقة لهذه الشاشة. مثل ما تلاحظون هذه امامكم الدائرة هي على اللاصق الاساسي اللي هو البلاستيك من جراء استعمال هذه الحافظة، بما انه الجهاز اكيد مستعمل يعني. فاللي يميز هذه الشاشة انه هي تعطي اللون الاسود حقه، شبهتني باجهزة سامسونج الشاشة السوبر اموليد، يعني بصراحة هذه الشاشة كانت جدا مميزة من ناحية زوايا الرؤية، من ناحية الألوان، من ناحية تشبع الألوان، من ناحية السطوع نفسه، ما راح تحس انه فعلا انت تستعمل شاشة من العتاد المتوسط او من الأجهزة رخيصة الثمن، بالعكس راح تحس انه شاشة ممتازة جدا.
أما بالنسبة لنظام الهاتف، فنظام الهاتف هو ما إلا الخام، يعني راح يكون نظامه هو الخمسة الواحد اللي هو اللولي بوب، إلى الآن ما جال المارشميلو. مثل ما تلاحظون أمامكم هو نسخة خام يعني تقريبا من الشركة نفسها، من شركة جوجل، ما عدا لمسات بسيطة من شركة هوتوف نفسها، ضافت عليه شعار الشركة، ضافت عليه بعض اللمسات اللي هي تخدمها واللي تحس انه تعدل من كفاءة هذا الجهاز نفسه. رغم هذا كله بعد تجربتي اليه حسيت انه ببعض النقصات، ولو كانت نقصات بسيطة يعني، لكنه شيء على شيء مثل ما نقول، كان اكو تنسيق بين النظام وبين قطعة الهاردوير على هذا الجهاز نفسه. ومثل ما تلاحظون امامكم تقريب ثاني جهاز استخدمه بهذا النظام من بعد نظام اللينوفو اي 710، تقريب هو نسخته نفس نسخة جوجل، ما عدا تعديلات بسيطة عدلتها الشركة على هذا الجهاز نفسه وخلته هو تابع له الشركة. أما بالنسبة لذاكرة الهاتف، ذاكرة الهاتف مثل ما ذكرناها بالبداية بمقدمة المواصفات اللي هي بخلف الجهاز، هي ذاكرته 16 جيجا بايت. مثل ما تلاحظون أمامكم المساحة مستخدمة يعني كلش كبيرة، زاد أنه يمكنك إدراج اس دي أو ذاكرة خارجية اللي تصل ل 128 جيجا بايت أو إضافة شريحتين، يعني خيرك الجهازي أما شريحتين يا أما شريحة ورام. اما بالنسبة لبطارية الهاتف، فبطارية الهاتف ذكرناها انه هي 3500 ملي امب، هذه البطارية هي غير قابلة للازالة اكيد، زاد انه هذه البطارية ما تدعم الشحن السريع او الجهاز بنفسه ما يدعم الشحن السريع، زاد انه هي ما تدعم شحن الوايرلس اللي مذكور على اجهزة سامسونج اغلبها. رغم هذا كله شحن الجهاز جدا جدا ممتاز. اما بالنسبة لدرجة حماية هذا الهاتف، فحماية هذا الهاتف انه الشركة بالبداية ما خلت عليه حماية الجوريلا جلاس على مقدمة الشاشة نفسه، وهذا يعتبر من سلسلة العيوب، زائد انه ما ضافت له اطار معدني، اطاره كان من البلاستيك، وهذا بالنسبة للشيء الثاني. اما بالنسبة لحماية الصوت فللأسف انه كان الشيء الوحيد بوجهة نظري اللي ينقص هذا الهاتف هو فقط البصمة، رغم انه مساحته جدا كافية، زائد انه نفسيته هو زر الايفون بصورة عامة، فكنت متوقع انه على هذا الهاتف راح تتواجد البصمة، لكنه كقطعة هاردوير ما ضافتها الشركة، واعتقد انه هذا السبب يعود لسعر الهاتف نفسه. اما بالنسبة لكاميرا الهاتف، اهم قطعة هاردوير دائما اذكرها واقول عليها، الشركة ذاكرة انه كاميرا الهاتف هي 13 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية، وهذه الكاميرا بالاضاءة القوية راح تحسها انه هي جدا مناسبة، زائد انه الدقة اللي بيها فتشي خيالي، ولا ننسى انه هذا الشيء يعود فعالية الشاشة نفسها، بما انه الشاشة من نوع ممتاز، شاشة من نوع الاي بي اس، وهذه الكاميرا الامامية اللي ذاكرتها الشركة 5 ميجا بكسل، مثل ما تلاحظون امامكم تحتوي على بعض الغواش، يعني بعد تجربتي للكاميرتين ونحكي عليهم باختصار كلش. بالنسبة للكاميرا الأمامية هي 5 ميجا بكسل، لكنه فعلا هي 2 ميجا بكسل الفعلية. بالنسبة للكاميرا الخلفية اللي هي ذاكرتها شركة هوتوف 13 ميجا بكسل، فهي واقعيتها اعتقد انه هي من 8 الى 5، لكنه كصورة ما اقتنعت بها بدرجة الاضاءة المنخفضة، لكنه عد ما تلتقط بها بدرجة اضاءة قوية راح تحسها انه هي مناسبة. وهذا هو الفيديو اللي نزلته الشركة بالاستوديو او بمدير الملفات الخاص بها نفسه. بعد نظرتي لهذا الفيديو نفسه اتوقع انه الشيء اللي رادت توصله الشركة انه هي تفتخر بالشاشة اللي عندها، الشاشة اللي عندها زائد المعالج اللي ضافته وراح نذكره بعد قليل، يعطيك مشاهدة جدا جميلة، زائد دقة الألوان مثل ما تلاحظون أمامكم وجار تحضير الطبخة نفسه، لكنه كألوان لهذه الشاشة جدا جدا مميزة، وعجبتني شاشة الهاتف نفسه. وهذا مثل ما نلاحظ المعرض، زائد انه راح استعرضكم الصور اللي التقطتها، هذه الصور هنا بالكاميرا الاماميه، من تعطي زوم او تكبير على اللقطه نفسها تحس انه هي بعد الالتقاط يعني مناسبه كسعر الهاتف 150 الف، لا ننسى هذا الشيء. وبهاش مواصفات الصراحه انا
قلت انه فلوس الجهاز بي او السعر اللي راح نعطي لهذا الجهاز هو مناسب بالنسبة له. ومثل ما تلاحظون بعد تكبيره على الصورة نفسها، هذا امامكم التكبير اقصى حد للزوم، ما لاحظت غواش جدا قوي الى حد انه انا انتقد به هاي الكاميرا. اما بالنسبة لصوت الهاتف، بما انه شركة توف خلت الجرس هو بأسفل الهاتف، وهذا اختيار موفق من أغلب الشركات، من شركة هواوي، من شركة آيفون نفسه، ومن شركة توف وغيرها. فكموضع للجرس كان مناسب، لكنه كصوت الصراحة كان ببعض الغواش، زاد أنه هو ناص، يعني راح تحس بمضايقة ببعض الأوقات وليس بكل وقت تسمع بهذا الجهاز. اما بالنسبه للحافظه الذكيه اللي هي من ضمن الاضافات اللي تفتخر بها هذه الشركه واضافتها على جهازها، هي مثل ما لاحظ انه حافظه ذكيه، والفكره هي فكره ال LG G3 من شركه LG. عد ما تغلق الحافظه هذه ينطيك امكانيه مشاهده الساعه بالشكل الدائري المميز، زائد انه ينطيك امكانيه ثانيه من خلالها تقدر انه تشغل ميوزك او تستعمل، يعني فقط هو ميوزك زائد مشاهدة الساعة، ماكو أي استخدام أضافي مثل شركة سامسونج بعض التطبيقات البسيطة. وعد ما تفتحها تتجاوب معاك بكل سهولة وبكل سرعة، ما راح تحس أكو تلك بأنه هي تظهر لك الساعة أو غيرها. وهذا الشيء مميز من هذه الشركة، شركة بسيطة، سعر بسيط، إمكانيات بسيطة ومحدودة انطتك إياها الشركة وقدمتها لك $100 أو $90، زائد عروض من خلال الحافظة أو غيرها، زائد حماية للشاشة نفسها، فهذا الشيء ممتاز. اما بالنسبة لمعالج الهاتف، فمعالج الهاتف هو 1.85 نواة اوكت كور، يعني راح يكون بالنسبة لك مناسب. بعد ما استعملت امامكم هذه التطبيقات وفتحتها، اول العاب الجيم اللي ذاكرتها الشركة مثل ما تلاحظون امامكم، ما حسيت انه اكو تعليق بالجهاز، ما حسيت انه هذا الجهاز يعني من الفئة المتوسطة الى الضعيفة، ما حسيت انه هذا الهاتف هو بسعر 150,000 دينار عراقي. قياس الشاشة، قياس المعالج، قياس البطارية، قياس الاستعمال لهذا الجهاز راح تحسه هو جدا مناسب. خلي يكون ببالنا شيء انه سرعة المعالج هي تعتمد ايضا على الذاكرة العشوائية، لانه الذاكرة العشوائية لها فعالية جدا كبيرة من ناحية المعالج ومن ناحية سرعة الهاتف. فالذاكرة العشوائية على الهاتف هي كانت 2 جيجا بايت، زائد معالج 8، الصراحة انطاني سرعة جدا مميزة، سرعة ما خلتني يعني احس انه قلت هذا الجهاز من الفئة الضعيفة. من خلال التصفح، من خلال الجيم، من خلال مشاهدة الفيديو، راح تحس انه انت فعلا تستعمل جهاز ممتاز. طبعا وهذا امامكم حاليا استعرض بعض الاضافات على الشركة نفسها، على النسخة الخام للجهاز نفسه، وهذا امامكم التعليق، علقت بعض التطبيقات حتى اختبر بين سرعة الهاتف. رغم هذا كله قلت ما واجهت مشكلة، ما واجهت صعوبة بهذا الجهاز، حسيت انه السعر اللي راح انطي هو بنفس الجهاز، وما اعتقد انه هو يجيب لي مواصفات اقوى من هيك شيء. بعد ما شفنا الهاتف، بعد ما تعرفنا على مواصفاته، الصراحة شخصيا تغيرت نظرتي لهذا الهاتف، حسيت انه فلوسه بي، السعر اللي راح نشتري به هذا الجهاز، انه هو فعلا يستحقه. ما كنت متوقع هيك راح تكون كاميرته، ما كنت متوقع راح تكون سرعة التجاوب للشاشة زائد سرعة الجهاز زائد ذاكرة الجهاز، ما كنت الصراحة متوقع هيك مواصفات راح احصلها بهذا الجهاز. كل شخص وإلى وجهة نظره. اتمنى انه هذا الفيديو فاتكم بشيء، اتمنى انه ضاف لكم معلومه، اتمنى كنت خفيف ظل عليكم. بالنسبه لهذا الهاتف ذكر سعره تقريبا 125 الف دينار عراقي الى 130 بالدولار، يتدرج من 90 الى 100 دولار حسب طبيعه المكان اللي انت راح تشتري عند هذا الجهاز. بالنهايه جهاز، ملخص الكلام كله، راح يكون للشخص اللي يرغب شكل الايفون ويحب يستعمل نظام الاندرويد، ما راح يحصل غير هو هذا الجهاز اللي راح يخدمه بهذه المواصفات اللي يطلبها هو. بالنهاية قبل تحياتي، أخوكم سجاد الشمري من قناة ماستر التقنية، في أمان الله.